النهارده هنشرح تشابتر 4 في ماده الفايبريشن اللي هو عنوانه هارمونيكالي اكسايتد فايبريشن اوف سنجل ديجري اوف فريدم سيستم. العنوان اللي فضل ثابت المره دي من المرات اللي فاتت هي سنجل ديجري اوف فريدم، لسه ديجري اوف فريدم بتاعتنا واحده. التشابتر ده انا مقسمه لثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اللي هي الاكسايتيشن دي بتتقسم لثلاث حاجات كمان. اول حاجه فيهم الاكسايتيشن بهارمونيك فورس، ان انا هحط فورس، الفورس دي متغيره بشكل ساين او كوزاين. تاني حاجه هنا هي متلخبطه. تاني حاجه اكسايتيشن باي روتيتنج انبالانس، يعني عندي مكنه وجوه المكنه دي في روتور، الروتور ده انبالانسد. تالت حاجه اكسايتيشن باي هارمونيك موشن اوف ذا سبورت، السبورت نفسه بيقعد يتحرك ب فانكشن ساين وكوزاين برضه. في فايبريشن ايزوليشن، هو ازاي اعزل السيستم بتاعي عن الفايبريشن، الفايبريشن ما توصلوش. واخر حاجه الاكسايتيشن لما يكون في هيستريسيس دمج، مش زيت زي اللي هيتشرحوا هنا فوق. لو لاحظنا، بس بحب افكركم بحاجه، ان تشابتر 2 اللي اتشرح فيه كان هارمونيك موشن، كنا بنطلع اوميجا ان ونسكت. تشابتر 3 كان بتشرح فيه هارمونيك موشن وازاي عليها الحته بتاعت الدمبنج، لو لما ابتدينا بقى نحط اسطوانه الزيت والاياستيك ماتيريال بتاعت الهستريزز والفريكشن بتاع كله. تشابتر 4 بقى هنا هي هارمونيك موشن ودمبنج، وهيزيد انا احط فورس من بره. التشابتر 3 والتشابتر 2 ما فيهمش فورس من بره، ده الفرق بين التشابتر ده والشابتر اللي فاتت. طيب ايه هي انواع بتاعت الاكسايتيشن في الشكل لما يكون الاكسايتيشن ده بيتم عن طريق هارمونيك فورس؟ ايه هي انواع يعني ايه هي الحاجه اصلا اللي بتطلع هارمونيك فورس؟ ما هارمونيك فورس دي معناها موشن في دايره، مع اي ساين وكوزاين هي موشن في دايره. فانا عندي الماس دي لما اجي اعمل روتيشن في حاجه اسمها سنتريبتال اكسلريشن اللي جوه، يبقى الانيرشا فورس عكس الاكسلريشن اللي بره. قيمة الفورس دي هي ام اي اوميجا سكوير، الفورس دي بتمشي في شكل دايري، الاوميجا ماشيه كده، ايه بتتحرك كده، الحركه دي في شكل دايره، يبقى دي هارمونيك فورس. الامبليتيود بتاع الهارمونيك فورس دي هي اف نوت اللي هي بتساوي ام اي اوميجا سكوير، ده الامبليتيود. هنضربها في كوزاين اوميجا تي، يبقى دي فورس كلها اللي هي هنسميها الهارمونيك فورس بتاعتنا. تاني حاجة من الأنواع بتاعة الهارمونيك فورس، لو عندي بيستون سيلندر، أدي البيستون وأدي السيلندر أهي، ده البيستون وده اللي هو كرانك شافت، ده الكرانك وده الكونكتنج رود، ودي الحاجات اللي اتعودنا عليها في الثيري اوف ماشين زمان. لو انتوا فاكرين في البالانسنج في اخر تشابتر في الثيري اوف ماشين كنا بنقعد نقول فيرست هارمونيك سكند هارمونيك، لو حد فاكر يعني الكلام ده كان بيطلع من ايه؟ كان بيطلع ان معادله الاكسلريشن بتاعت البلوك ده كانت فيها جواها، كانت ماخده الشكل اللي هو ايه كوزاين اوميجا تي بلس بي ساين اوميجا تي. بيفك هو الكلام ده عن طريق فوريير سيريس، وكان بيطلع لنا هارمونيك كومبوننتس زي دي، كنا بنسمي دي ساعتها الفيرست هارمونيك ودي السكند هارمونيك. ده شرح الحاجات بتاعت البالانسنج في الثيري اوف ماشين زمان. طبعا بقى كنا بنعمل سوبر بوزيشن، يعني كنا بنجمع الكومبوننتس الهارمونيك اللي طلعت لنا دي ويطلع لنا بيريودك موشن بتاعت الانجن على طول بكده. طيب نبتدي بقى الاناليسيس بتاع تشابتر 4. عندنا ماس، الماس لازق تحتيها سوسته وسلندر، السلندر فيها زيت، معناها ان احنا بنتكلم دلوقتي في حاله ايه؟ فيسكس دامبينج. طيب نيجي بقى نطبق الايكويشن في موشن، سيجما فورس بتساوي ماس في اكسلريشن. احب افكركم ان الفورس دي هي كانت بتساوي اف نوت كوزاين اوميجا تي. طب ده الاوميجا دي تختلف عن اوميجا ان، دي مالهاش علاقه بالاوميجا ان بتاعت السيستم. هنعرف دلوقتي بنجيبها ازاي. يبقى الام في اكس دبل نوت الديسبيسمنت كانت فرضها كده، ده الدايركشن اللي انا فرضه، يبقى عندي كي اكس كده وعندي سي في اكس دوت كده.
يبقى ام اكس دبل دوت هتساوي نيجاتيف كي اكس عشان عكس اتجاه الديسبيسمنت، نيجاتيف سي اكس دبل اي سي اكس دوت عشان عكس اتجاه الديسبيسمنت برضو، بوزيتيف اف نوت كوزاين اوميجا تي عشان مع اتجاه الديسبيسمنت. هنبتدي نودي كل الحاجات اللي فيها اكسات وتفاضل الاكسات الناحيه الثانيه، يطلع لنا ديفرنشال ايكويشن نون هوموجينيوس. لو كنتوا فاكرين، لو كانت الطرف ده بيساوي زيرو كانت الايكويشن دي مع دكتور رامي فاروق كنا بنقول عليها هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن، انما هنا لما يطلع لي حاجه زياده ما فيش مضروبه في اكس ولا تفاضلاتها بنسميها نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. الحل بتاع نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن بيطلع مجموع اثنين حلين، واحد هوموجينيوس سولوشن اللي كنا بنسميها لو فاكرين في رامي فاروق واي سي اف، وكنا بنسمي دي لو فاكرين برضه عندنا رامي فاروق واي بي اي، هنا احنا هنسميها اكس اتش واكس بي اللي هي اكس هوموجينيوس واكس بارتيكولر سولوشن. طيب هي ايه الهوموجينيوس سوليوشن ده؟ الهوموجينيوس سوليوشن كان بيطلع لما كانت الحته دي تبقى زيرو. طب لو كانت الحته دي كانت بتبقى زيرو لو فاكرين كان بيطلع المعادله دي هي معادله شابتر 3 اللي هو كانت فيه فيسكس، كان فيه دامبنج، كان فيه سبرينج، وكان فيه ام، بس كانت ما فيش فرصه خارجيه فكانت الحته دي بنحطها بزيرو. طيب اللي هي المعادله دي، المعادله دي كان حلها احنا كنا واخدينه بالشابتر اللي فات لو كنا عملنا اسامبشن ان الحاله دي اندر دامبد. احنا عاملين اسامبشن ان في حاله الدامبنج دي معموله اندر دامبد، يعني الزيتا دي اقل من واحد. ما احنا قلنا حل المعادله دي بيعتمد على الفاليو اوف زيتا، او قلنا ساعتها ان هو بيعتمد على فاليو بتاعت السي كانت اصغر او ايكوال اصغر من 2 ام اوميجا ان او ايكوال 2 ام اوميجا ان او اكبر من 2 ام اوميجا ان، وحولنا السي والكلام ده لزيتا، فانا كانت زيتا اصغر من واحد ايكوال واحد اكبر من واحد، فاحنا هنا فرضين ان الزيتا دي اصغر من واحد، فالحاله بتاعتنا اندر دامبد. السوليوشن بتاعها كان بيطلع بالشكل ده لو انتوا فاكرين. فاحنا كده جبنا الطرف الاولاني من الحل اللي هو الاكس اتش، ناقص لنا الطرف اكس بي. تعال نشوف بقى هنجيبه ازاي. هنفرض ان الحل هو بيساوي اكس كابيتال امبليتيود معين اسمه اكس كوزاين اوميجا تي ماينس فاي، والفاي ده هو الانيشال فيز بتاعته. طيب هو بيسموها الفيز انجل. فقال لك الحل المعادله بتاعتنا هي ام اكس دبل دوت بلس سي اكس دوت بلس كي اكس بتساوي اف نوت كوزاين اوميجا تي. قال لك ما تيجي، طب ما تيجي نكتب المعادله دي في شكل فيكتور دايجرام او فورس بوليجون بلغه الثيري اوف ماشين. فكان عندنا دي شويه فورسز مجموعه المحصله بتاعتها هي الفورس دي. طيب فعندنا هنا كي اكس اهي فرضينها، فرضين اتجاهها معين، المضروبه مجموع عليها سي في اكس دوت. لو انتوا فاكرين الاكس دوت ده تفاضل الاكس، فلو فاكرين من الفيكتورز التفاضل بتاع حاجه معينه بيطلع عمودي على الحاجه دي، فالسي في اكس دوت هو عمودي على ال الاكس اكس الاكي اكس. طب هو ايه اوميجا اكس والاكي اكس الكبيره دي؟ هي جت منين؟ هي جت من احنا ببساطه شديده بنقدر الفانكشن اللي اسمها اكس دي احنا فرضينها ايه هنا؟ باكس كوزاين اوميجا تي ماينس فاي. فلو كانت اكس بس مش اكس دوت فهي الامبليتيود بتاعها هو اكس كابيتال فحطيناها هنا. لو جينا نفاضل المعادله دي هيطلع لنا نيجاتيف اوميجا في اكس كابيتال في ساين وهاها، فيبقى الامبليتيود بتاع الفانكشن بتاعت اكس دوت هو اوميجا في اكس كابيتال. طيب هنعمل تفاضل تاني يطلع لنا اكس دبل دوت، يبقى عمودي على القبلي يطلع كده، يبقى بيطلع بره الاولاني مضروب في اوميجا سكوير في اكس اللي هي الامبليتيود بتاع الفانكشن بتاعت الاكس دبل دوت. ما احنا لو عملنا تفاضل تاني هيتضرب في اوميجا تانيه فيطلع لنا اوميجا سكوير في اكس، فتطلع فعلا ام اللي هي اللي هنا مضروب في اوميجا سكوير في اكس. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ احنا كل اللي احنا عايزينه احنا عارفين ان الاف نود دي عامله زاويه اوميجا تي احنا فرضناها حطينا باي طريقه باي رقم مش مهم دلوقتي. تمام لو احنا عرفنا نجيب الفاي دي بكام وعرفنا نجيب الاكس بكام، اللي هي المشكله المنور عندنا في المعادله دي هو الفاي والاكس، لو عرفنا نجيبهم بكام ساعتها المشكله بتاعتها تتحل ويكون خلاص ساعتها نحل النون هوموجينيوس ايكويشن اللي احنا كنا لسه شارحينها في الحل اللي فات. فقال لك طب ما تيجي نجيب ناخد سيجما اف اكس وسيجما اف واي زي ما كنا بنعمل قبل كده. يعني لو افترضنا ان دي المحاور بتاعتنا ادي الاكس وادي الواي،
هناخد سيجمال فورسز في الاتجاه ده وسيجمال فورسز في الاتجاه ده. وخد بالك ان احنا عارفين ان الاف نود دي هي ريزلتنت، ما احنا واخدينها من هنا، هي مجموعه الفورسز دي اصلا. فالاف نود كوزاين فاي هي مجموع الفورسز دي في اتجاه الاكس، فانا عارف مجموع الفورسز في اتجاه الاكس على طول بكام. الفورس نفسها اللي هي ايه بقى في اتجاه الاكس؟ هي كي في اكس كابيتال اي ماينس عكسها في الاتجاه ام اوميجا سكوير في اكس. فيبقى عندنا كي في اكس كابيتال ماينس ام اوميجا سكوير في اكس هيساوي الكومبوننت بتاعت الريزلتنت اف نوت في اتجاه اكس اللي هي اف نوت كوزاين فاي. ناخد السيجما فورسز في اتجاه واي، هيطلع لنا ان الفورسز في اتجاه واي هي دي بس، مفيش عندنا حاجه تانية في اتجاه واي، هتساوي الريزلتنت في اتجاه واي اللي هو اف نوت ساين فاي. ادي اهو الريزلت في اتجاه واي، والفورس في اتجاه واي هي سي اوميجا اكس. ماشي، لو احنا عملنا سكويرنج يعني حطينا هنا دي كده كلها سكوير، عملنا سكويرنا المعادله عادي، دي كلها سكوير ونفس الفكره هنا برضو، هنحط دي سكوير ودي كلها سكوير واجمع الاثنين على بعض، هيطلع لك هنا اف نود سكوير، يعني الجمع بتاعهم اف نود سكوير بره عشان كوزاين سكوير بلس ساين 3. فالكوزاين سكوير بلس ساين سكوير تطلع بواحد، فيتبقى لنا اف نود سكوير هنا، ويطلع لنا هنا كي اكس ماينس ام اوميجا سكوير اكس كلها سكوير زائد سي اوميجا اكس كلها سكوير. تمام، عايزين بقى نجيب الاكس لوحدها في طرف، هنقعد بقى نفك الكوز ده والكلام ده. واحنا من غير ما نفكه اصلا، احنا لو خدنا اكس دي بره هيطلع لنا ايه؟ يعني مثلا خلينا نشرح الكلام ده على الورقه هنا. كنا احنا واصلين كي اكس ماينس ام اوميجا سكوير اكس سكوير زائد سي اوميجا في اكس كلها سكوير هتساوي اف نوت سكوير. لو خدنا الاكس كومن فاكتور من جوه وطلعناها بره يطلع لنا اكس سكوير كي ماينس ام دي كي ماينس ام اوميجا سكوير جوه الكوس بلس اكس سكوير تطلع بره برضو يطلع لنا اكس سكوير سي في اوميجا كلها سكوير بتساوي اف نوت سكوير. الاكس لوحدها في طرف هتساوي الاف نوت هتاخد لها جذر، فهتبقى السكوير اتشال على روت كي ماينس ام اوميجا سكوير كلها سكوير بلس سي في اوميجا كلها سكوير، وهو ده القانون اللي احنا قلناه. ماشي، تان فاي بقى دي هتتجاب ان احنا نقسم بقى المعادله دي على المعادله دي، وطبعا باينه هنا اهي الاف نود هتطلع الاف نود والساين على كوزاين تطلع تان فاي، ويتبقى لنا سي في اوميجا على كي ماينس ام اوميجا سكوير، واحنا من هنا جبنا المعادلة دي. تمام. قالنا بقى في الصفحة اللي تحتيها دي قال لك طب ما تيجي نحول الكلام اللي فوق ده لدايمنشنز فور، من الآخر عايزين نطلع زيتا في المعادلة، مش عارفين نجيبها، عايزين نجيبها. قال لك قبل الشغل هنفرض إن الآر في كونستنت، هنفرض اسمه آر، هو مش كونستنت هو بيتغير، بس احنا هنقول إن الآر دي بتساوي أوميجا على أوميجا ان. حاجة احنا فرجناها. في الاكس بي هي بتساوي اكس كوساين اوميجا تي ماينس فاي، عرفنا الحل ده طلع منين، يبقى احنا كده وصلنا ان احنا جبنا فاي وجبنا اكس كابيتال، فعرفنا حل المعادله النون هوموجينيوس بتتحل ازاي. فقال لك ان اوردر تو كونفرت ذا ماجنتيودز اوف ذا فيكتورز ان ذا دايجرام، اللي هو الدايجرام اللي فوق ده، عايزين نحول الماجنتيودز بتاعت الفيكتورز بتاعته لحاجه دايمنشنز بارامترز. قال لك فهنقسم على كي اكس، ما كي اكس دي فورس وكل دول فورسات برضه، فلو قسمت فورس على فورس يطلع لك حاجه دايمنشنز. ف قال لك هنقسم المعادله كلها على كي اكس، هيطلع لك المعادله دي. او تعالى نبص على الدياجرام ده، لو قسمنا الدياجرام كله على كي اكس هيطلع لنا المعادله دي. واحده واحده كده ممكن نستنتج واحده منهم، مثلا احنا عارفين دي الار الار سكوير جت منين؟ هي كانت ام اوميجا سكوير اكس اتقسمت على كي في اكس، اكس راحت مع اكس بقى لنا ام اوميجا سكوير على كي. ام اوميجا سكوير على كي
طب ما هي مش ام على كي، ام على كي دي هي اوميجا ان سكوير، يبقى اوميجا سكوير على اوميجا ان سكوير يطلع لنا ار سكوير، اللي احنا فرضناها هنا اوميجا على اوميجا. طب الاثنين زيتا ار، الاثنين زيتا ار دي جت منين اصلا؟ هي جت بين سي اوميجا اكس اتقسمت على كي في اكس، فاكس راحت مع اكس، يبقى انا سي اوميجا على كي. فقال لك شيل السي حط مكانها زيتا مضروبه في 2 ام اوميجا ان في اوميجا على كي. الكي هنفكها برضو بدلاله الاوميجا ان والكلام ده، يعني احنا عارفين ان الكي هتساوي اوميجا ان سكوير في ام، اوميجا ان سكوير في ام، فهيطلع لنا ان زيتا في 2 ام اوميجا ان في اوميجا على على ام اوميجا ان سكوير، فام راحت مع ان وواحده من السكوير هتروح مع اوميجا ان اللي فوق، هيطلع لنا في الاخر 2 زيتا في اوميجا على اوميجا ان اللي هي 2 زيتا اهو. فاحنا دلوقتي عرفنا الحاجات دي جت منين، هن برضو هنحل على الدايجرام ده بالطريقه اللي احنا حليناها فوق، يطلع لنا المعادله دي تمام. وطبعا التان في واي تطلع بنفس الطريقه اهي. طيب هنا بقى مسك هو معادله الاكس اتش اللي احنا جبناها بتاعت الهوموجينيوس سوليوشن ومعادله الاكس بي بتاعت النون هوموجينيوس سوليوشن، جاب هما الاثنين ورسمهم. طبعا احنا ناخد بالنا، بس احب اكد ان الجنرال سوليوشن الموشن في الاخر هي بتساوي اكس اتش الهوموجينيوس سوليوشن زائد اكس بي البارتيكولار سوليوشن او النون هوموجينيوس سوليوشن تمام. الاكس اتش دي احنا عارفين رسمتها من الشابتر اللي فات اللي هو كان اندر دامبد فايبريشن، اللي هي كانت الحته دي بتقل لوجاريتمك وكان بتساوي اكس 1 على اكس ان بس 1 بتساوي اي باور ان في دلتا. اتكلمنا احنا على الكلام ده كتير. فقال لك لو خدت بالك الاكس اتش دي بعد زمن معين بتختفي وتبقاش موجوده، فعشان كده سموا الاكس اتش دي ترانزيانت، ترانزيانت ريسبونس، ترانزيانت يعني مش بيقعد كتير، شويه وبيختفي. وقال لك الاكس بي دي لو شفنا المعادله بتاعتها هي كونستانت امبليتيود مضروب في كوزاين اوميجا تي ماينس فاي، هو مش كونس هو بيتغير بس ثابت للسيستم من واحد، يعني لو انا جبت له فورس ليها اوميجا معينه، هي اوميجا دي ثابته، فانا عرفت ان ار بتساوي اوميجا على اوميجا ان، الاوميجا ان ثابته والاوميجا ثابته فالار ثابته والزيتا بتاعت السيستم ثابته، ما هو الزيتا دي بتساوي السي على 2 ام اوميجا ان، والاوميجا ان والام والسي ثابتين للسيستم الواحد. لو ناخد بالنا المعادله هنا كانت ايه؟ المعادله هنا كانت بتعتمد على ار، واحنا قبرناها لك وريتك ازاي كانت ثابته والزيتا وعرفنا ازاي هي كانت ثابته. فانا عندي ادي معادله الاكس بي هي السودا، السودا غامقه هي معادله الاكس بي، فالاكس بي دي معادله كوزاين عاديه لا تنتهي، ما بتعملهاش ما بيحصلهاش دامبنج. فانا لو جمعت حاجه بيحصل لها دامبنج على حاجه ما بيحصلهاش دامبنج هيطلع في الاول حته كده غريبه شكلها غريب، عشان مطرح الحته دي يعني الحته الاولانيه من الاكس اتش مختلفه عن الحته الاولانيه من الاكس بي، ففي حته هتعلى وحته هتوطى وهكذا لحد ما في الاخر تاثير الاكس اتش هيبقى بزيرو ويتبقى لنا الموشن طالع عاديه اكس بي فقط. فالاكس بي بنسميها ستيدي ستيت ريسبونس، ستيدي ستيت يعني مكمل لما لا نهايه ما بينتهيش، نفس الستيت ما بيتغيرش، عشان كده اسمه ستيدي ستيت ريسبونس. ماشي، هو ده شرح الكلام اللي انا لسه قايله، واحنا عرفنا ازاي الاكس والتان فاي انها. فقال لك تاخد بالك من حاجه، قال لك احنا الواحد ممكن ياخد باله ان الاكس دي من هنا هتساوي اف نود على كي اللي هي الحته دي، اف نود على كي مضروبه في حاجه هنسميها الحاجه دي ماجنيفيكيشن فاكتور، اللي هو الكلام ده كله اللي هو واحد على جذر واحد ماينس ار سكوير كلها سكوير بلس 2 زيتا ار كلها سكوير. ليه بقى؟ قلنا زي ما قلنا السيستم المعين الفورس بتاعته الهارمونيك فورس دي ليها اوميجا معينه، فالار تبقى اوميجا على اوميجا ان و2 زيتا ار، الزيتا ثابته برضه للسيستم، فيبقى لنا ان الاكس بتاعت السيستم اللي عليه اكسترنال فورس دي هي بتساوي اف نود على كي. ايه الاف نود على كي دي؟ هي اكنها فورس ستاتيك، مع الاف نود ده امبليتيود ثابت ام اي اوميجا سكوير مقسوم على كي، فبقى هي كانها فورس ستاتيك اتضربت في حاجه معينه، الحاجه المعينه دي هي اللي حولتها
الفورس فايبريشن اللي احنا بنتكلم عليه ده. فيبقى الماجنيفيكيشن فاكتور ده من هنا لوحده هو بيساوي القيمه دي، وفي نفس الوقت بيساوي لو عكست المعادله دي هي كي او هي اكس على اف نود على فالماجنيفيكيشن فاكتور ده اكنه عمل تصحيح مثلا، يعني اف نود على كي دي حاجه استاتيك اتضربت وعمل تصحيح عشان تحول الاكس للحاله الدائريه بتاعتنا او الحاله بتاعت الاكسترنال فورس بتاعتنا. وهو ده الكلام اللي مشروح يعني. ناخد واحده واحده بقى كده. مسك هو معادله التان فاي، قال لك هنرسم الفاي لوحدها مع ار، الاكسس ده ار، وهنرسم الماجنيفيكيشن فاكتور مع ار برضه. الار دي بيغيرها ازاي؟ هي الار افكركم بتساوي اوميجا على اوميجا ان، فهو الار بيغيرها ان هو بيحط بيزود الفريكونسي بتاعت الفورس اللي حاططها، فالار بتقعد تتغير. تمام. فقال لك تركز في المعادله دي شويه. هي لو حطيت الار بواحد يبقى المقام بزيرو، يبقى التان فاي المفروض ان هي هتوصل لانفينيتي، يبقى الفاي لوحدها ب90، الفاي ب90 عند الار بتساوي واحد، دي اللي هي الار بتساوي واحد تحت تقريبا. الفاي ب90 عند الار بتساوي واحد. لو لاحظنا من هنا من الجراف ده، لو الار اقل من واحد يبقى القيمه دايما اقل من باي على 2 او ال90، ولو الار اكبر من واحد فالقيمه دايما هي اعلى من 90 او اعلى من باي على 2. لو احنا خدنا المعادله اللي ورا دي، لو خدناها وعملناها تفاضل بالنسبه للار وسويناها بزيرو، دي معناها ان انا عايز اعرف امتى الماجنيفيكيشن فاكتور هيساوي ماكسيموم، يعني عند انهي ار الماجنيفيكيشن فاكتور بيساوي ماكسيموم. قال لك لما الار بتساوي الرقم ده الماجنيفيكيشن فاكتور هيساوي ماكسيموم. بنسمي المعادله دي ايكويشن اوف ماكسمايزيشن. لو حطيت الار بالقيمه دي الماجنيفيكيشن فاكتور بيساوي ماكسيموم. نلاحظ ان في الجراف ده هو راسم الماجنيفيكيشن فاكتور لكذا سيستم، يعني كذا زيتا مختلفه. لو لاحظنا ان من لو الزيتا اكبر من واحد على جذر 2 الماجنيفيكيشن فاكتور مش هيبقى، او الرسمه بتاعت الماجنيفيكيشن فاكتور دي مش هيكون ليها بيك، يعني ملهاش ماكسيم، ملهاش نقطه ماكسيم. تعال نشوف الكلام ده على الرسم. هي واحد على جذر 2 دي بتساوي كام؟ واحد على جذر 2 بتساوي 0.707. فنلاحظ ان 0.5 هي قبل 0.707 فليها بيك، يعني ليها ماكسيم، انما بعد 0.707 ان هي زي الزيتا بواحد فهي الفانكشن ملهاش بيك خالص زي ما انتم شايفين. يبقى الحته اللي تحت دي بيقول لك عايزين نعرف الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج، وخد بالك لو الانرجي ديسيبيتد باي دامبنج دي احنا واخدينها لو كانت الهارمونيك، لو كان الموشن بتاعت السيستم اللي عندي هارمونيك، يعني القانون اللي هيطلع من هنا لو ما ينفعش استخدمه على حاجه مش هارمونيك. ناخد بالنا من الحته دي. الانرجي على طول هي بتساوي فورس في ديستنس. الفورس بتاعت الدامبنج بتاعتنا هي سي في اكس دوت، احنا عارفين الكلام ده. فانا هكامل السي في اكس دوت من زيرو لحد تي بريودك تايم بتاعي، او من زيرو لحد اكس، وهنا دي اكس، بس احنا عارفين ان دي اكس بتساوي اكس دوت في دي تي، او من جت منين الحته دي؟ جت من السرعه بتساوي دي اكس باي دي تي. فهحول دي اكس اخليها اكس دوت في دي تي وكامل من زيرو لتي. فهي تي جت منين؟ جت ان انا شلت دي اكس حطيت مكانها اكس دوت دي تي وكملت من زيرو لتي. بس جبت الاكس دوت منين؟ معادله الاكس دوت اهي جبتها من ان انا تفاضلت دي مره وحطيتها جوه الانتجريشن وطلعت الاجابه دي. انتوا بقى شوفوا تفاصيل الانتجريشن، مفيش وقت ان انا اقعد اشرحها هنا يعني. طيب نيجي من الجزء بتاعنا، احب افكركم احنا واقفين فين دلوقتي. احنا لسه مخلصين الحته دي دلوقتي وهنبتدي نخش على اكسايتيشن باي روتيتنج امبل. قال لك هو هنا في الحاله دي انا عندي مكنه كامله على بعضها، الماس بتاعتها اسمها ام مكنه. المكنه دي جواها
روتر، روتر اهو. الروتر ده مش بالانس، ده هو اوت اوف بالانس. الروتر ده ان بالانس، فهو ليه ماس، الماس هي اللي مخلياه ان بالانس. فالماس دي عامله هارمونيك فورس زي ما قلنا في اول التشابتر، هي ماس هنا عامله هارمونيك فورس، فورس ام اي اوميجا سكوير. فيبقى لو احنا عملنا زوم للداخل يبقى السيستم للداخل ام ماينس ام، وفي ام هنا، والسيستم كله من بره ام، ما هو ام ماينس ام زائد ام هيطلع لنا ام من بره. يعني قصده ان الكيسنج ده ام ماينس ام. تمام، فدي المعادله اللي احنا عارفينها، دي معادله عاديه. بس انا هنا عايز اطلع ام اكس على ام اي بتساوي كام. الراتيو ما بين الام كلها بتاعت الماشين مضروبه في اكس على الام الصغيره مضروبه في اي. فضربنا في، يعني لو جينا صفحه كده هنا على جنب، ضربنا فوق وتحت المعادله بتاعت الاكس في اوميجا ان سكوير على اوميجا ان. ناخد بالنا ان هنا الماسة اللي بتهتز هي ماسة المكنه الكامله اللي هي ام كابيتال، فالاوميجا ان سكوير هتساوي كي على ام كابيتال مضروب في ار سكوير مضروب في ام اي. الار سكوير دي جت منين؟ جت من ان انا لما ضربت تحت في اوميجا ان سكوير، الاوميجا ان سكوير اللي تحت دي مع الاوميجا سكوير اللي فوق طلعت لي ار سكوير فوق، والكي اللي هنا راحت مع الكي دي، يبقى لي واحد على ام مضروب في ام اي. لو ضربنا الام دي هنا تبقى ام اكس، ونزلنا ام اي دي الناحيه الثانيه فتبقى ام اي، يطلع لنا المعادله اللي هي لسه طالعه من هنا. خد هو برضو الكلام ده عايز يعرف ام اكس على ام اي بتطلع ماكسيمم امتى، فقال لك هنفاضل المعادله دي بالنسبه للار ونشوف الار هتساوي كام. ساعتها في الحاله دي الار بتساوي واحد على جذب واحد ماينس اتنين زيتا سكوير. لو الار حطيتها انت بالقيمه دي ساعتها الام اكس على ام اي هتطلع ماكسيمم. لو خدنا هنا الزيتا هنا حطيناها اكبر من واحد هنلاقي الام اكس على ام اي هاز نو بيك زي الحاله اللي فاتت برضو، يعني ملهاش ماكسيمم، او الماكسيمم بتاعها عند انفينيتي. يعني تعالى كده ناخد حاله اكبر من 1 على جذر 2، 1 على جذر 2 دي قلنا ان هي ب 0.707. الحاجه اللي بعديها اللي هي ب 1، لو حطيت الزيتا بتاعتي ب 1 هنلاقي ان هي بتبدا تزيد 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 لحد ما تبقى ماكسيموم عند انفينيتي. هتبقى ماكسيموم بس عند انفينيتي، احنا مش هنوصل لها عمرنا. فدي الايكويشن بتاعت الماكسمايزيشن في حاله لما يكون في روتيتنج امبرز 3. طيب نشوف اول مثال ما جاي على الجزئيه الاولانيه اللي هي كانت اكسايتيشن باي هارمونيك فورس. مدينا شويه الجيفنز دي، الاف دي هي الفريكوانسي بتاعه الفورس اللي هي حطيتها من بره، وجه طالب مننا في الريكويرمنتس قال لك عايز ستيدي ستيت ريسبونس اللي هو احنا قلنا عليه اكس بي او النون هوموجينيوس سوليوشن، وعايز الفريكوانسي ويتش جيفز ماكسيمم امبليتيود. هنعرف هنجيبها ازاي دلوقتي والحاجات دي كلها. ادي عندنا السيستم ماس سوستا سلندر، وعندنا الفورس لفوق، يبقى الاوميجا ان بتساوي جذر كي على ام حافظينها كلنا، الزيتا سي على 2 ام اوميجا ان حافظينها كلنا، الاوميجا هتساوي الاوميجا اللي هي بتاعه الفورس هي هتساوي 2 باي في الاف بتاعه الفورس. دي حاجه طبعا عاديه، ده تعريف الاوميجا، هو مديك الفريكونسي فتعريف الاوميجا 2 باي اف، عرفت تجيب الاوميجا. يبقى الار هي اوميجا على اوميجا ان، عرفنا نحسب الار بكام. هو طالب منك ايه؟ طالب منك الستيدي ستيت ريسبونس. عايزين نفتكر بس الستيدي ستيت ريسبونس ده بيساوي ايه؟ الاكس بي او الستيدي ستيت ريسبونس هو بيساوي اكس كابيتال كوزاين اوميجا تي ماينس فاي. الاوميجا اللي احنا لسه حاسبينها ايه؟ الفاي ما حسبناهاش ولا الاكس حسبناها. لو حسبنا الاكس والفاي يبقى احنا كده عرفنا نجيب الستيدي ستيت ريسبونس. الاكس بتساوي اف نود على كي روت 1 ماينس ار سكوير، يعني المعادله اللي احنا لسه جايبينها 1 ماينس ار سكوير كلها سكوير بلس 2 زيتا ار كلها سكوير. معانا اف نود مدهلنا، معانا الار لسه حاسبينها، معانا الكي مدهلنا برده، والزيتا لسه حاسبينها، عرفنا نجيب الاكس بكام. تان فاي لسه احنا طالعين القانون بتاعها 2 زيتا ار على 1 ماينس ار سكوير. الفاي لما تيجي تحسبها على الكالكوليتر هيطلع لك الرقم ده، الرقم ده ريفيوز. تعالى نفتكر ليه. كان في الهارمونيك موشن في شابتر 1 كان تان فاي، او كان كان اسمها ايه مش فاكر، كان تان بيتا كانت بتساوي بي على ايه؟ لما واحنا قلنا لو كان الرقم اللي تحت ده اللي هو الايه؟ لو قلنا عليه نيجاتيف كنا بنزود ايه؟
ال1 بلس، كنا زود 180 بلس الرقم اللي هيطلع. فاحنا عندنا ال A اللي هي الواحد ماينس ار سكوير، الرقم اللي تحت عندنا الار سكوير، الار هي رقم اكبر من واحد، يعني لو اتعملناها سكويرنج هتكبر اكتر، هتبقى اكبر من واحد، فواحد ماينس رقم اكبر من واحد يطلع نيجاتيف. بمعنى كده معناها ان الاي بتاعت المساله دي نيجاتيف، معناها ان الرقم اللي هيطلع هو ده، هزود عليه 180 يطلع لي الرقم ده، تكون هي دي الاجابه الصح. كده جبنا فاي واكس، عرفنا نجيب الستيدي ستيت ريسبونس وهو ده المطلوب. طب ايه بقى لو احنا عايزين ماكسيمم امبليتيود؟ احنا قلنا عشان ايه ماكسيمم امبليتيود، كنا فاضلنا المعادله الكبيره دي بالنسبه لار، وطلع لنا معادله الار. لو جبنا الار دي وعوضنا بيها في المعادله دي يطلع لنا الاكس ماكسيمم. كانت الار في لما عملنا تفاضل القانون ده كان حفظ طبعا، وانا قلت لكم ده اسمه الايكويشن اوف ماكسمايزيشن، انا اللي مسميها كده عشان تحفظها. معانا الزيتا، عوضنا جبنا الار اللي هتجيب لك اكس ماكسيمم، عوضنا بالار دي جوه، عوضنا بالار دي في هنا عشان نجيب الاوميجا. هو كان طالب ايه؟ عوض الفريكونسي. فلو عوضنا لو جبنا الار ضربناه في اوميجا ان تطلع لنا الاوميجا، ما هي الار بتساوي اوميجا على اوميجا ان. هو طالب بقى الفريكونسي اللي هي اف مش اوميجا، هتساوي اوميجا على 2 باي، جبت الفريكونسي اللي هتحقق لك الماكسيمم امبليتيود. دي كده المساله الاولى. 3 المثال الثاني اللي هنحله هو اكزامبل على لما يكون فيه ام كابيتال وام سمول، يعني عندنا مكنه وجواها روتر والروتر نفسه امبالانسد، فبيحصل ان في فورس اكسترنال معاه. طيب الفورس الاكسترنال في حاله زي دي هي ام اي اوميجا سكوير. تعال نشوف هو مدينا ايه. هو مدينا ان ار بي ام، يعني هنحولها لاوميجا كده، عرفنا الاوميجا معاه، الاوميجا هتساوي 3، الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. هو مديني الان كده، انا اعرف اجيب الاوميجا بكام. والاوميجا ان هي هفكركم هي بتساوي جراس زكي على ام ار، بس هنا عشان ماشيين فهي الام الكبيره، الام الكبيره هي اللي بتتهزم، فعرفت اجيب الاوميجا ان. تمام، معايا اوميجا واوميجا ان، يبقى اعرف اجيب ار. وفي نفس الوقت انا معايا زيتا بتساوي 2 سي على 2 ام اوميجا ان، عرفت اجيب الزيتا. طبعا هنا الام هي دي ام كابيتال، خد بالكم مش ام سمول، هي دي ام كابيتال. فانا لما اجي اعوض في المعادله بتاعتي، هو طالب ستيدي ستيت ريسبونس. الستيدي ستيت ريسبونس عشان اجيبه انا محتاج اجيب اكس ومحتاج اجيب فاي. اي ستيدي ستيت ريسبونس محتاج اجيب اكس وفاي. الاكس هنجيبها من هنا المعادله بتاعتها، ام اكس على ام اي، معانا ام اي بكام ومعانا ام بكام، الار لسه جايبينها والزيتا لسه جايبينها، يبقى لو عوضنا هنا نعرف نجيب اكس بكام. جبنا الاكس ناقص لنا فاي، تان فاي بتساوي 2 زيتا ار على 1 ماينس ار سكوير، جبنا التان فاي عرفنا نجيب الفاي. الاكس هتساوي بقى اكس كوزاين اوميجا تي ماينس فاي. طيب هو طالب ايه تاني؟ طالب السبيد which gives maximum amplitude. في الحاله دي كان equation of maximization بتساوي هي دي، عوضنا بالزيت ده بالرقم اللي احنا جبناه من فوق، جبنا الار. بعد ما جبنا الار قلنا ان الاوميجا بتساوي ار في اوميجا ان، جبنا الاوميجا بكام، ومنها من معادله 2 باي ان على 60 عرفنا نجيب الان بكام اللي هتحقق لك الماكسيمم amplitude. نخش على الجزئيه الثالثه من انواع الاكسايتيشن، اللي هي اكسايتيشن باي هارمونيك موشن اوف ذا سبورت. معناها ان السبورت ده مش متهشر زي السبورتات اللي فاتت، انما هو كمان هياخد ديسبيسمنت، اكن الارض جايه زلزال يعني كمثال، هي مش كده طبعا. طيب نيجي نطبق معادلات الحركه اللي هي اف ال سيجما فورس بتساوي ماس في اكسلريشن على السيستم اللي عندنا. يبقى ام الاكس دبل دوت هيساوي نيجاتيف كي في الديسبيسمنت بتاعتها ماينس سي في السرعه اللي حركتها. طب هي الديسبيسمنت دي بكام والسرعه دي بكام؟ طبعا هي مش هتكون اكس ولا هتكون واي، بس تعالى نفترض ان الماس دي اتحركت لفوق مسافه اكس، بعد كده السبورت بتاعها اتحرك مسافه واي، فيبقى كده التوتال ديسبيسمنت اللي اتحركها هي اكس ماينس واي، ان هو طلع لفوق اكس فكده ده طلع له تاني واي، فشال اكس كامله، الديسبيسمنت اتحركها كلها ما بقتش اكس كامله، بقت اكس واتطرح منها المسافه اللي اتحركها السبورت لفوق اللي هي واي، فيبقى كذلك السرعه تبقى اكس دوت ماينس واي دوت. تيجي نجمع الحاجات اللي فيها اكسات لوحدها
الحاجات اللي فيها وايات لوحدها، بفرض ان الواي الهرمونيك موشن بتاعت السبورت هنسميها واي، الواي دي ليها امبليتيود معين اسمه واي كابيتال كوزاين اوميجا تي، والاوميجا دي في الحاله دي هي الاوميجا بتاعت السبورت. فيبقى عندنا واي بتساوي واي كابيتال كوزاين اوميجا تي، يبقى السرعه هي تفاضلها هيبقى نيجاتيف اوميجا واي كوزاين اوميجا تي. طيب يبقى الحته دي على بعضها بتساوي كام؟ قال لك تعالى نحسبها، يبقى هي هتساوي كي اف واي، الواي دي شلناها حطينا مكانها واي كوزاين اوميجا تي، تبقى كي اف واي كوزاين اوميجا تي ماينس سي اوميجا واي ساين اوميجا تي. شلنا الواي دوت من هنا حطينا مكانها الحته دي بقت نيجاتيف اوميجا واي ساين اوميجا تي. فقال لك تعالى نغير الحته دي كلها نستبدلها باف نوت كوزاين اوميجا تي بلس، مش فاي بقى هنا، هتكون هي بلس ابساي انجل ثانيه. فيبقى الاف نوت دي هتساوي كام؟ الاف نوت دي هتساوي جذر الامبليتيود سكوير بلس الامبليتيود سكوير زي ما اتعودنا قبل كده. ازاي؟ لما يكون عندنا فانكشن، يعني لو انتوا فاكرين في تشابتر 1 هي دي الصوره الثالثه، الصوره الثالثه لل اشكال الكوزاين والساين. فالصوره الثالثه عشان نرجع بيها للحاله الاولانيه اللي هي كوزاين بس، كنا بناخد الامبليتيود سكوير بلس الامبليتيود سكوير، ويبقى التان بتاع الزاويه اللي هنحطها هنا هي الواي على الاكس او البي على الاي. بس احب افكركم يعني احب اقول ملاحظه عشان محدش يتلخبط، التان ابساي هتساوي الحاجه بتاعت الدامبنج اللي هي سي اوميجا، الحاجه بتاعت الدامبنج على الحاجه بتاعت السبرنج اللي هي كي اف 1. الحاجه بتاعت الدامبنج سي في اوميجا على الحاجه بتاعت السبرنج اللي هي كي. طبعا احنا لسه الواي دي هتروح مع الواي دي وهيطلع لنا سي اوميجا على كي اللي احنا كنا لسه مثبتين من كام صفحه ورا ان هي بتساوي 2 زيتا في ار. تمام. قال لك يبقى نشيل الكلام ده كله ونعوض مكانه بالاف نوت كوزاين اوميجا تي بلس فاي. طب هي هي الابساي دي اصل الابساي الابساي دي اتحطت بلس ليه؟ قال لك ان يطرح الرسمه اللي احنا رسمناها هي كانت كي واي وطالعه عشان تفاضلها عمودي عليها طلع لفوق سي اوميجا واي، التفاضل عمودي على الحاجه اللي اتفاضلت. يبقى قفلنا بالاف نود، الاف نود دي طلعت زاويتها بوستيف غصب عني، هو طلع بوستيف فحطيتها بوستيف، انا حر. يبقى في الاخر الام اكس يعني نشيل الحته دي نحط مكانها الاف نود كوزاين اوميجا تي بلس فاي، يبقى لنا ام اكس دبل دوت بلس سي اكس دوت بلس كي اكس بتساوي اف نود كوزاين اوميجا تي بلس ابساي. المعادله دي كنا احنا لسه حلينها قبل كده، بس هي كانت كوزاين اوميجا تي بس الصراحه. كانت الحته دي كانت كوزاين اوميجا تي، فهي هي نفس الحل، فهحط الاوميجا تي بلس ابساي هنا بس اطرح منها فاي، هي نفس الحاجه كده. حتى كاتب لك باي انالوجي فروم ذا بريفيوس كيس، الكيس الاولانيه اللي هي كانت الحته دي كوزاين اوميجا تي بس من غير ابساي. نيجي هنا على جنب، قال لك يبقى اكس هتساوي اكس كوزاين اوميجا تي بلس ابساي ماينس فاي، التان ابساي بتساوي 2 زيتا ار، تان فاي بتساوي 2 زيتا ار على 1 ماينس ار سكوير، يبقى الاكس هتساوي اف نوت على كي، يعني القانون ده احنا اللي هو جبناه قبل كده. فقال لك ايه رايك لو شلنا الاف نوت من هنا وعوضنا بالاف نوت اللي احنا كان لسه جايبينها من الطريقه بتاعت الواي اللي فوق دي. قال لك ما تيجي تشيل الاف نوت من هنا ونحط مكانها الاف نوت دي. شلناها فعلا وحطينا الاف نوت دي، فالكي هتروح مع الكي والواي نوديها هناك، يتبقى لنا الكلام ده. قال لك الريشيو ما بين الامبليتيود بتاع الماس على الامبليتيود بتاع الموشن بتاعت السبورت هتساوي الكلام ده. قال لك حاجه ثانيه، قال لك انا عايز اعرف دلوقتي الفورس لو عندي سبورت ثابت لا يتحرك، او بص متهشر مفيش واي ليه، لو عندك عايز اعرف الفورس اللي اتنقلت له، فورس ترانسميتد تو سبورت هسميها اف اوف تي، اف تي اقصد اف فورس ترانسميتد، هي هتساوي طبعا الكي اكس بلس سي اكس دوت. عايش انا املي ان انا اعرف دلوقتي الكي اكس والسي اكس دوت دول هشيلهم واحط مكانهم ايه.
فقال لك الاول احنا نجيب الاكس. الاكس كنا احنا جايبينها قبل كده هي اكس كوزاين اوميجا تي ماينس فاي، تفاضلها نيجاتيف اوميجا اكس ساين اوميجا تي ماينس فاي. يبقى الاف تي، الاف تي اللي هي بتساوي الكلام ده، قال لك هي كي اكس كوزاين اوميجا تي ماينس فاي، انا عوضت مش اكتر، ماينس سي اوميجا اكس ساين اوميجا تي ماينس فاي. قال لك يبقى هنعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، هنشيل الكلام ده ونعوض ونعوض مكانه بامبليتيود كوزاين اوميجا تي بلس فاي ماينس ابساي. جت منين الكلام ده؟ من الرسمه دي. جت منين؟ هي جت من الرسمه دي. كانت عندي الزاويه هنا بقى بتاعت الاكس، الزاويه بتاعت الاكس في الحاله دي كانت اوميجا تي ماينس فاي وزايد هنا ابساي، هدفي ان انا اعرف الابساي بكام والاف تي نوت بكام. تان ابساي هتطلع زي ان هي 2 زيتا ار، والاف تي نوت هتساوي جذر الاولاني الامبليتيودات سكوير. اهي الاكس قانون اهو كنا احنا لسه جايبينه، لو ضربنا الكي هنا يبقى كي في اكس هتساوي الكلام ده. قال لك نشيل ال ثانية واحدة كده. قال لك ادي اللي عندك الاف تي نود بتساوي كيف اكس روت الكلام ده. قال لك طب ما تشيل الاكس دي وتحط مكانها كل الكلام ده، وهيطلع لك في الاخر ان في ان كيف ان القانون هيطلع كده لو قسمنا على اف تي نود، يعني عندي اف تي نود بتساوي كذا، هشيل الاكس واحط مكانها الكلام ده، بعد كده هيكون هيطلع لي طبعا الكلام ده اف نود، هقسم اف نود على اف تي نود، طلع اف تي نود على اف نود بتساوي الكلام ده. طبعا نلاحظ ان الكلام ده هو هو نفس الكلام اللي طلع لي من اكس على واي في الحاله اللي فاتت. يبقى اكس على واي واف تي نود على واي بتقول لك ايه الايكويشن، سمى الايكويشن دي 11 وسمى الايكويشن دي 12. نقرا كده بيقول ايه، بيقول لك ايكويشنز 11 اند 12 شو ذات ذا بروبلم اوف ايزوليتنج ا ماس فروم ذا فايبريشن اوف ذا سبورت از ايدنتيكال تو ذات اوف ايزوليتنج ا سبورت كارينج ا ماس فروم ذا اكسايتنج فورس اكتنج اون ذيس ماس. معناها ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان مشكله عزل الماس من شويه فايبريشن كانت عليه من السبورت، يعني السبورت كان بيتهز، فانا عايز امنع ان اهتزاز السبورت ده يوصل للماس بتاعتي. هي هي نفس المشكله ان انا امنع ان الارض نفسها يوصل لها الفايبريشن اللي جاي من الماس. فيبقى تي هنسمي الريشيو اللي هي اكس على واي او اف تي نود على اف نود هسميها اكس على واي، هسميها الترانسميسيبيليتي، اسمها تي ار ترانسميسيبيليتي. اكس على واي بتساوي اف تي نود على اف نود هتساوي القيمه دي اللي احنا لسه مثبتينها. ولو لاحظ لو احنا حطينا الار بجذر 2 يبقى الحته دي على طول الكوس ده على طول اللي هيبقى بواحد، لو حطينا الار بجذر 2 يبقى الكوس ده هيبقى بواحد، يبقى التي ار هتساوي واحد فور اني زيتا، مهما الزيتا دي اتغيرت التي ار هتساوي واحد عشان الكوس ده هيفضل طول عمره واحد. يعني لو ار بتاعتي بجذر 2 يعني تعالى كده افهمكم ايه الجمله اللي انا قلتها دي معناها ايه. لو عوضنا عن في الكوس ده عن الار بجذر 2 هتلاقي ان الكوس ده بواحد، فيطلع لنا واحد بلس 2 زيتا ار سكوير اللي هو هو الكوس اللي فوق، فهيتشدوا مع بعض ويبقى لي فيطلع لي ان التي ار بتساوي واحد لو كانت الار بجذر 2 على طول. مسك هو المعادله اللي فاتت بتاعت الترانسميسيبيليتي دي قام رسمها في جراف، قال لك لو الار بتساوي جذر 2 يبقى التي ار هتساوي واحد ل فور اني زيتا. يعني لو جينا نلاحظ اهي الار بجذر 2، جذر 2 دي اكبر من واحد بشويه، هتلاقي ان الار التي ار دايما بتساوي واحد لاي رقم زيتا، هتلاقي كل الزيتات بتتقاطع وتطلع لك نقطه معينه اللي هي عند ار بتساوي جذر 2 عشان كلهم يدوك ان الترانسميسيبيليتي تساوي واحد. فقال لك لو الار اصغر، لو الار اصغر من جذر 2 يعني في الحته دي هنلاقي ان
كل ما زيت تقل الترانسميسيبيليتي بتزيد. انا هدفي ان انا اقلل الترانسميسيبيليتي دي. ما هي دي المشكله اللي انا عايز بكلم عليها، اللي انا عايز امنع اهتزاز الماس انه يوصل للارض، او امنع اهتزاز الارض انه يوصل للسيستم بتاعي. فلو انا هشتغل في حته مجبور ان الار بتاعتي اصغر من جذر 2، فقال لك زود زيتا. لو لاحظنا كل ما الزيتا بتزيد لتحت الترانسميسيبيليتي بتقل. بس انا الشغل بتاعي الاصلي لازم يكون من بعد ار اكبر من جذر 2، عشان لو ار اكبر من جذر 2 ساعتها التي ار هتكون اصغر من 1، وكل ما زود الار كل ما يبقى احسن. ليه؟ لان الترانسميسيبيليتي هتقل. فبيقول لك ونلاحظ كمان ان احنا لو قللنا زيتا ساعتها الترانسميسيبيليتي بتقل اكتر. يعني اللي خط حسوا خط الاسود هنا ده اللي هو زيتا بتساوي زيرو، وهو هو خط الاسود اللي تحت هنا ده. يعني انا كل ما اقلل زيتا في الحتة بتاعت ار اكبر من جذر 2 يبقى احسن لي، بس لو ار اقل من جذر 2 تزويدها يبقى احسن. بس مش لازمة، بس ممكن نتكلم عليه. او بيقول لك it is required to reduce x، انت مطلوب منك تقلل الاكس دي. فقال لك عشان تقلل الاكس دي، طب ما تقلل تي ار بتاعت الحتة دي، to reduce اف تي. عايز اقلل اف تي فاقلل تي ار. فلو قللت تي ار في الحتة دي فالفايبريشن اللي هيوصل لهنا هيقل. ما هي دي الحته بتاعت انا مش عايز الفايبريشن بتاعت الماس دي، يعني عندي ماس عليها فورس خارجيه، مش عايز الفايبريشن اللي انا بعملها هنا دي توصل للارض، فهقلل التي ار بتاعت الحته دي. فلو قللت تي ار بتاعت الحته دي فالفايبريشن بتاعت الار بتاعت الارض هتقل. فلو الفايبريشن بتاعت الار ده هتقل، هدفي دلوقتي بقى انا اقلل تي ار 2. فلو قللت تي ار 2 اهتزاز الارض مش هيوصل للماس، وهكذا انا كنت نجحت في المهمه اللي انا مطلوب مني اعملها. اخر توبك هنتكلم عليه وهو هارمونيك اكسايتيشن ويز هيستريزيس دامج. هي اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، بس هنبتدي نحط بس شويه قوانين جديده. يعني انا لو عندي السي كنا احنا عارفينها من شابتر 3 بتساوي ايتا كي على اوميجا، ده في حاله الهيستريزيس دامج. فانا لا قعدت العب في القانون ده شويه، ان انا اشيل سي ايكويفالنت دي واحط مكانها زيتا ايكويفالنت، فهيتضرب في 2 ام اوميجا ان واديها الناحيه الثانيه. حاليا وصلت في الاخر ان هي تبقى ايتا على 2 اور. انا مش مفيش وقت دلوقتي ان انا اقعد اقول ازاي عشان الفيديو طول قوي، فانا هتوصل في الاخر للشكل ده. ف2 في زيتا في اور هتساوي ايتا، يبقى therefore the steady state response may be expressed as ان x هتساوي x cosine omega t minus y، دي العاديه، ده السوليوشن العادي اللي احنا قلناه قبل كده. والاكس برضه بيساوي اف نوضع على كي في الماجنيفيكيشن فاكتور اللي احنا قلناه قبل كده. بس لو تفتكروا كانت الحته دي في الامثله اللي فاتت بتساوي 2 زيتا ار، بس الفكره الفرق بين هنا والمساله اللي فاتت اللي 2 زيتا ار دي شلتها وحطيت مكانها ايد، بس مش اكتر من كده. وكان برضه تان فاي بتساوي 2 زيتا ار على 1 ماينس ار سكوير، شلت 2 زيتا ار اللي فوق وحطيت مكانها ايتا. بس تعالى نتكلم بقى شويه. هو خد المعادله بتاعت الماجنيفيكيشن فاكتور ورسمناها كيرف هنا، تعالى نشوف هو الكيرف ده بيقول ايه. ادي المعادله اهي، الايتا دي كونستانت، الفرق بين هنا وهنا هنا الايتا كونستانت. فلو حطينا الار بواحد هنلاقي ان الفاي هتساوي 90، ار اصغر من واحد الفاي اقل من 90، ار اكبر من واحد الفاي اكبر من 90. الماجنيفيكيشن فاكتور لو جينا نفضله عشان نعرف ايه الار اللي هتجيب لي الماكسيم ماجنيفيكيشن فاكتور، هنلاحظ ان الار دي بتساوي واحد، فاضل الايكويشن دي بتساوي زيرو، وهات الار بكام؟ هتلاقي ان الار هتساوي واحد، وساعتها ان عند الار بتساوي واحد يطلع الماجنيفيكيشن ماكسيم. يطلع الماجنيفيكيشن ماكس. اللي ما حضرش المحاضره يعرف بس ان الحته بتاعت كولوم دامبنج في الشابتر ده ملغيه، الصفحه دي ملغيه، وكذلك دي تبعه برضه ملغيه، وكذلك المثال الاخير ده ملغي تبع كولوم دامبنج برضه ملغي. مدينا المساله دي طبعا انا بس رسمتها في الجنرال بوزيشن على طول عشان ما كانش عندي وقت. هو المفروض يعني انت اللي شفتوها ده اكزامبل 3 في الكتاب بتاع فايبريشن من سولفد اكزامبلز، ده اكزامبل 3 هو كان افقيه وانا حركته بس وحطيت الفورسز على طول. مدينا شويه جيفنز، مدينا ان الواي بتساوي 10 ساين 120 تي، الواي اي دي الموشن بتاعت السبورت اللي فوق ده، وعندي الارض هنا فيكسد. طيب تعال نشوف هو طالب ايه. بيقول لك انا عايز الستيدي ستيت ريسبونس بتاعت الموشن دي، اللي هو عايز اعرف سيتا هتساوي كام.
هنا هتبقى سيتا عشان هنا روتيشن هاب مومنت هنا فيبقى اي او سيتا دبل دوت فتعالى الايكويشن يعني في فيها سيتات مش اكسات كانت هناك اكس بي هنا هتبقى سميها سيتا بي مثلا فايند ذا فورس ترانسميتد تو سبورت اس 1 هو ده سبورت اس 1 اصلا مش بعيد ده السبورت اس 1 عايز الفورس الترانسميت للسبورت ده ماجنيتيود وفيز عايز اخلي بين الاثنين طيب نبتدي الحل بتاع المعادله بتاع المساله هنتحركها في جنرال بوزيشن هيبقى ده الاتجاه البوزيتيف بتاعي ناخد مومنت عند او هيساوي اي او في سيتا دبل دوت يبقى اي او في سيتا دبل دوت هتساوي ايه عندك الفورس اللي هنا هي نيجاتيف كي 1 في بي في سيتا مضروبه في بي تاني فيطلع لك كي 1 بي سكوير سيتا وهنا سي 1 في بي في سيتا دوت في بي تاني فيطلع لك سي 1 بي سكوير في سيتا دوت اما في الحاله اللي فاتت دي هي هنا الموش السبورت بيتحرك فناخد بالنا ان السبورت بيتحرك هي على بعد ال يبقى كي 2 ال في سيتا ماينس واي مضروبه في ال تاني عشان ال دي ده ذراع المومنت ده الذراع بتاع المومنت هنا برضو السي 2 مضروب في ال في سيتا دوت ماينس واي وتتضرب في ال تاني اللي هو الذراع بتاع المومنت الاي او حسبتها هنا كل اللي عملته انا جمعت الوايات في حته وجمعت السيتات في حته الاي او ام ادي ام ال سكوير ام ال سكوير على ال 12 بلس ام في دي سكوير بنقل المومنت عند نقطه او يعني بنقل قصدي الانرش المومنت في انرش عند نقطه او تلاقي لي بالرقم ده ادي الاي او هتساوي نص الكلام ده كله انا حسبته وحطيته لك ب 30 والكلام ده كله انا حسبته وحطيته لك ب 5000 هم انتوا احسبوهم يعني انا حسبتهم على طول وحطيتهم بيساوي هذا الكلام ناخد الحته دي على بعضها بتساوي كام زي ما وانا بثبت القوانين بتاعه الهارمونيك موشن او سبورت هنعمل اكنها بنثبت القوانين بالظبط ناخد الحته دي نساويها ب يعني نشوف هي بتساوي كام هتطلع عن المعادله 60 ساين 120 تي بلس 24 كوزين 120 تي الحاجات دي جبتها منين جبتها ان هو مديني الواي اهي الواي مديهاني فضلتها فعرفت التفاضل بتاعها بيساوي كام وعارف الواي بتاعها هتساوي كام فروحت عوضت هنا مش اكتر تان ابساي هتساوي الحته بتاعه الدامبنج اللي كانت الحته دي سي 2 ال الحته بتاعه الدامبنج مقسومه على الحته بتاعه السبرنج اللي هي كي 2 في ال عرفت اجيب الابساي عرفت اجيب خد بالكوا هي مش هتبقى سي 2 ال بس هي هتبقى سي 2 ال مضروبه في الماء في 0.01 120 يعني في 120 زياده ماشي يبقى الامبليتيود هو سكوير سكوير قصدي الامبليتيود بتاع يعني انا فارض ان الكلام ده كله هيساوي تي نوت في ساين 120 تي بلس ابساي عايز اعرف التي نوت دي بتساوي كام التي نوت ده هجيبه ان هو جذر امبليتيود سكوير زائد امبليتيود سكوير عرفته نبتدي نعوض بقى بالكلام ده جوه المعادله فوق تاني هنا هيطلع لي ان 0.5 سيتا دبل دوت اللي هي الحته دي بلس 30 سيتا دوت اللي هي الحته دي بلس 5000 سيتا هي الحته دي هتساوي شلنا بقى الكلام ده كله حطينا مكانه تي نوت ساين 120 تي بلس ابساي عوضنا بس عن كل كيما بكام من حقي دلوقتي اجيب اوميجا ان بتساوي جذر كي على ام او جذر الحاجات اللي جنب سيتا على الحاجات اللي جنب سيتا دبل دوت 5000 على الحاجات اللي جنب سيتا هي نص هتساوي كذا الزيتا سي او الحاجات اللي جنب سيتا دوت 33 على جذر مش على جذر بقى على 2 الحاجات اللي جنب سيتا دبل دوت اللي هي نص في الاوميجا ان عرفت تجيب الزيتا بكام عرفت تجيب الار بكام طالب مني هو ايه الراجل ده كان طالب مني كان طالب مني الستيدي ستيت ريسبونس سيتا كانت بتساوي سيتا نوت ساين 120 تي بلس بلس ابساي ماينس فاي انا لسه جايب ابساي فوق ناقصت الفاي 2 زيتا ار على 1 ماينس ار سكوير طبعا قوانين جاسبتوا كلكم حافظينها هنلاحظ هنا ان الار اكبر من 1 فلما تعملها سكوير تبقى اكبر من 1 برضه 1 ماينس ار سكوير هتطلع لنا رقم نيجاتيف يبقى انا عارف ان الاجابه هتطلع من تان سيتا هزود عليها 180 في الحته دي هي نيجاتيف 58.57 زودت عليها 180 عشان اجيب الفاي هفاضل المعادله دي يطلع لي سيتا دوت بتساوي كذا وكذا وكذا انا لسه انا عارف الابساي وعارف الفاي عوضت عنهم هو طالب بقى الاف اس 1 الاف اس 1 اللي هي الحته دي هي بتساوي كي 1 في سيتا بلس سي 1 في سي في كي 1 في بي في سيتا عشان هي انجلر كانت بتاخد مومنت فهي كي 1 في بي في سيتا زائد سي 1 بي في سيتا دوت يبقى كده عرفت الفورس دي بتساوي كام هعوض بس عن كل قيمه بتساوي كام السيتا هحط عنها مكانها الفانكشن دي السيتا دوت هحط مكانها الفانكشن دي والكي 1 بي والسي 1 والبي هم جيفن معايا وكده خلاص سلام عليكم.